لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. توحشتكم بزاف 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 بزاف، سمحوا لي على هذه الغيبه، ولكن كنت مريضه البنات، داكشي علاش ما كندير لكمش فيديوهات هاد الايام. بالحق عندي بزاف ديال اللي هو اللي بغيت نشارك معكم بالنسبه للبنات اللي كتوجدوا المغرب ولا اللي كتوجدوا الصيف ولا ما نعرف. كل واحد كاين اللي كيعجبو يوجد قبل، يعني ملي كيبغي يمشي يسافر في الصيف يوجد داكشي يعني اللي بيسافر داكشي اللي هذاك. علاش لا غنشارك معكم هادشي كلشي، خديت منهم حوايج البرد وحوايج الصيف ولا حوايج الربيع باش تقدروا البنات اللي بغاو يوجدوا ولا البنات اللي محتاجين دابا يشريو. مهم عندي بزاف ديال اللي هو، بالحق اليوم غنشارك معكم واحد وديك الساعه هاد السيمانه نشارك معكم الباقي. قبل ما نبداو هاد الفيديو غتسولوني على هاد الزيت اللي انا دايره، لحقاش درت بزاف على الموضه مؤخرا، غادي تلقاوه في دانيا شوب، غنخليها لكم في لابغ دانفو اللي هو المحل ديالي اللي كنبيع فيه الزيوفه في انستغرام. يلا مرحبا بكم في محلنا. ونبداو البنات الفيديو. اول حاجه اتصلت بها بهاد الباكيت هذا اللي كيجي بحال هكا، غتشوفوا الحوايج كلشي مرول لاني انا اصلا فايت سجلت لكم فيديو ومسحته لانه ما عجبنيش. كيف ما قلت لكم هاد المحل اسميتو دير لوفر، غنقول لكم على كل شيء اللي تقدروا تسولوني عليه في التعليق. كما قلت لكم اسمه دير لوفر، كيتقدموا منه اونلاين، الكاليتي ديالو الجوده ديالو رائعه. هذا المحل هذا من المحلات اللي كتدخلي السيت وكتقولي الكاليتي ديالو غتكون عاديه ماشي حاجه، ولكن ملي وصلوني كانت صدمه قويه صراحه، لاني تصدمت بالحق ديال بصح تصدمت ملي كنقيس كل حاجه ولبست كل حاجه فيهم، حسيت ان الجوده ديالهم عاليه بزاف، اني حكمت عليهم انها تكون جوده عاديه من التصاور والسيت كيفاش داير، ولكن ملي كيوصلوك صراحه الجوده ديالهم توب توب توب، والاثمنه ديالهم رخيصه بزاف حتى هي، غادي تصدموا ملي غتشوفوا الاثمنه. لهذا كنت غتقول الكاليتي عاديه لانه الاثمنه رخازين، ولكن معني ما نقول الجوده ديالهم عاليه زوينه قطعه بقطعه اللي غتشوفوا دابا في هذا الفيديو، كلهم مخدومين بدقه، مخيطين بدقه، الصدايف كلشي مخدوم على حقه وطريقه. بحال هاد البياسات تقدروا تلقاهم في اي محل ب 40 اورو 35 اورو مينيمو، يعني المحلات ديال الموضه اللي معروفين عالميا راكم كتعرفوهم. لهذا كنصحكم 100% بهذا السيت هذا. بالنسبه للمصيفطه كيصيفطوا في 3 ايام 4 ايام، انا نقول لكم انت وصلني داكشي تقريبا يمكن واش 5 ايام ولا 6 ايام، المهم سيمانه ما واصلاش لانه محلي وجدت لا كوموند صيفط لهم زعما داكشي اللي خصني ووصلني في قل من سيمانه، ما عقلش بالضبط واش 6 ايام واش 5 ايام، المهم ما كانش واصله سيمانه. وصلني صراحه بسرعه 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 بسرعه، ما كاينش مشكل في الكومونيكاسيون، يعني ملي كتخلصوا صافي كنصيفطوا لكم لا كوموند ديالكم وصافي. يمكن قلت لكم كلشي بالنسبه للخلاص بحال اي بلاصه، تقدروا تخلصوا بالاب بالباي بال ولا بلاكارت فيزا بحال ديال ديما اللي موالفين كناخذوا بها وصافي. ودابا نبداو نوريكم هادشي اللي توصل. اول حاجه بنات توصلت بها من عندهم هي هاد الكسوه ولا قميجه طويله، ولكن هي كسوه لانها طويله 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 البنات حتى لعند الرجلين كما كتشوفوا. علاش قلت خصني ضروري ندير البنات هاد الفيديو هذا قريب العاجل باش اللي بغاو اللي كيوجدوا كما قلت لكم للربيع ولا للصيف ولا هذا. هاد الكساوي روعه 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 روعه. انا خديت في هذه يمكن الاكس ال اللي كنت بغي ناخذها زعما كادو، ولكن صدقات الاكس ال هي اللي تقدي. علاش؟ لانه هو من الفوق تيجي هما هذوك، حتى ال جاتني هي هذيك، غير هي من هنا تجي شويه مضيقه. علاش؟ لانه الفصاله ديالها كتجي بحال هكا، ما كتجيش زعما دايرها سينو كتجي هكذا. لهذا اللي كانت عندها الفورمه كتشبه الفورمه ديالي، من الاحسن تاخذ اكس ال، يعني طايه زايده على الطايه ديالها باش يلاه تجيها مجموعه، على حكم انه كنت نجمعوها بالسنطه راكم عارفين باش ديك البلاصه ما تجيش مجموعه سينو تجينا شويه مطلوقه، يعني على حسب ثاني كل واحد الذوق ديالو. انا غير شرحت لكم كما قلت لكم هذا هو التوب، كل شيء مخدوم بدقه بلا ما نعاود الهضره. طويلين، كاينه بلاصه السمطه هنايا، بلاصه السمطه حتى هي مخدوم كل شيء مزيان كل شيء بدقه. عجبتني صراحه الخدمه ديالهم بزاف بزاف، كتجي الفتقه هنايا. بالنسبه للطول كيف ما قلت لكم كيوصلوا حتى لعند الرجلين، غير هو ضروري تلبسوا معاهم سروال ولا هذا، لانه كتبان سميتو كتبان هذه عندهم هذه الفتقه، وكاين حتى في الوسط، وكيجي طويل ولكن تيجي طويل حتى تحت يلاه كيغطي الكعبه ديال الرجل ولا ما عرفتش واش الكعبه ولا الكوعه، ما عرفتش. ما يقولوا لي في التعليق عافاكم شنو سميتها باش نصحها مره ما جي مابقاش نقول الكعبه، كل مره اش كنقولها سمحوا لي ولكن ما عرفتش. المهم داك العظيم ديال الرجل كتغطيه وكيحبس، يعني هي الطول راه رائعه، وانا الطول ديالي 1.68 متر، لهذا راكم عارفين يعني الطول ديالي والطول ديال القميجه رائعه. كتجي هي والسمطه ديالها كتجي في اللبسه كلاس واعره، تقدروا تلبسوها مع سبرديله مع صباط مع صنداله، المهم نتوما على حسب اللوك اللي درتو قديتو تقدر تبدلو الستيل ديالها. كتجي واعره واعره، كانت الجوده ديالها زوينه معني ما نقول عليها، نخليكم تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. خديت نيت بحالها بالكحل، وهذه البنات هي اللي خديت بالام، خديت الام وجاتني هي هذيك، غير هي كيف ما قلت لكم جات شويه مزيره، سمحوا لي خديت الال، غير هي جات شويه مزيره كما قلت لكم، ماشي زعما صراحه ما معيقاش دابا تشوفوها ملبوسه، غير هي انا شخصيا كنفضل الحوايج يكونوا واسعين، لاحظتوها كنلبس ديما الحوايج واسعين من الفوق ما كنلبسهمش مزيرين، لهذا كتقولي عواطف كتباني ضعيفه.
نو انا ما ضعيفاش غير هو معاك لبس الحوايج واسعين كان بان ضعيفه بالحق انا كنفضل لبس حوايج واسعين لاني كنلقى فيهم راحتي من نهار وليت كندير الحجاب ما نعرف كنحس راسي مرتاحه بحوايج يكونوا فضفاضين من الفوق يقدر كنلبس تراول مزيرين يعني كيبان مزيرين من التحت وداك الشيء ولكن ما نعرف انا ستيل ديالي كيعجبني بحال هكا كنحس براسي مرتاحه هكا الحوايج يكونوا واسعين المهم هو من الفوق ومن التحت ما عرفتي تجيني عادي وصافي المهم كل واحد وكيفاش ما ندخلوش في هذا الموضوع سينو كل واحد وكيفاش يدير اللي كيريحو صافي نفس الثوب نفس الكاليتي نفس الجوده نخليكم تشوفوها كيفاش كتجي من البوسه حتى هي كتجي مع السمطه ديالها كيجي كلشي مطوي في بلاستيكه كل بياسه في بلاستيكه ديالها مطوي كلشي على حقه وطريقه خليكم حتى تشوفوها كيفاش كتجي من البوسه وصلت بها البنات هو هاد التريكو ديال الخيط اللي تاهو فاش شفتو في السيت صراحه جاني عادي يعني تريكو ديال الخيط عادي وصافي ملي وصلني صدق هذاك الخيط اللي كنعرفو دابا خارج لاموض كما كتشوفو داير بحال هكا شوفوا الخدمه كيفاش مخدومه شوفوا الخيط ملي كديرو بحال هكا ما كيطيرش منو داك القطر اللي كنعرفو زعما مول فين كانت كيطير من الخيط لا يعني نقيه الخدمه ديالهم نقيه لواحد الدرجه يعني صراحه كما قلت لكم صدموني بالكاليتي ديالهم كيجيو هاد العقاد اللي كتشوفو هنايا بحال ديال الخشب هما ديال البلاستيك بالحق مخدومين مزيان وحتى بهذا خديت البنات الال وكيجي هو بحال ستيل ديال اوفر سايز كيجيو فيه الجياب هنايا وكيجي فيها بحال هكا كيجي شويه قصير من القدام وطويل من اللور حتى هو خليكم تشوفوه ملبوس وراني كتحطيت لكم واحد الصوره في الانستغرام وبالنسبه للضيف عرفتي سخيخنا البنات لانه هذا القطن ديالو غليظ وكما قلت لكم هذا الخيط هذا هو اللي خارج دابا لاموض لا لاحظتوها في المحلات وداكشي ونخليكم تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس اللي خديت من عندهم البنات هو هاد التريكو اللي شفتني لابساه في واحد الفيديو مؤخرا لحقاش هادشي وصلني كما قلت لكم دابا ما عرفتش سيمانه بشي حاجه وما قدرتش ندير فيديو لاني كنت مريضه ولكن دابا ضروري خصني نشارك معكم هادشي اللي ما يبقاش في ستوك ولا ما نعرف البنات تبغيو تشريو حوايج ولا البنات اللي سولتوني عليه تكونوا تبغيو تشوفوه من البوس خصني نوري لكم باش تلقاوه باقي في ستوك المهم كيجي الكول ديالو بحال هكا صراحه تعجبوني انا مع هاد اللي كيكون الكول ديالهم بحال هكا كتحسي بالراحه ما كتبقايش حاضيه الزيف عندك يبان عندك هذا لا سينو كتحسي بالراحه القطن ديالو حتى هو ولا الخيط سمحوا لي الخيط ديالو زوين البنات كما كتشوفوا واحد الخيط اللي هو طايح وثقيل ولكن في نفس الوقت رطيب ما كيخنقكش عنده الكمام دايرين بحال هكا وإلاستيك عنده واحد الإلاستيك زوين ديالو ما عرفتش كيفاش نوصف لكم المهم حتى هذا شفتو في السيت جاني عادي جدا قلت غناخذو باش نلبسو مع سراو الواسعين صدق طويل ما صدقش زعما قصير كما انا توقعته والكاليتي صدقات واعره واللون حتى هو عجبني المهم كلشي صدمني للاحسن صراحه المهم كتجي فيه الفتقه هنايا البنات كيف ما كتشوفوا هو ما طويلش بزاف ولكن سي طويل يعني مغطي جا طويل الطول ديالو محدود بالحق ماشي قصير محسبوه من الخرسيس اللي كيجيو طوالين وهو الا حتى هو خديت فيه الال لانه انا كما قلت لكم بغيتو يجي واسع تعجبني هذا الستيل هذا ونخليكم تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس حاجه اخرى البنات اللي خديت هي ماشي من الحوايج لان بغيت غير نجرب بالنسبه للبنات اللي عندكم بنيتات ولا وليدات لاني هذه الحاجه كنشوفها ديما هنا في اسبانيا ولكن كنشوفهم غاليين كيجيو بحال هكا البنات كتخشيو فيهم البيبي ملي كتكونوا مخرجينهم ولا هذا دابا فوقيت الربع بالليل ولا الصباح تيكون واحد البريد خفيف يعني كتخشيوهم فيهم باش يدفيهم شويه ولا ما نعرف كاين اللي كيبغي يدير بهم التصاورات بحال دابا ملي يلاه كيتزادوا لي بيبي كيجيو زوينين المهم كيجي بحال مخدوم ما عرفتش هذا واش الكروشي ولا ماشي الكروشي ما عرفتش شنو سميتو الصراحه الخدمه ديالو مخدومته هو زوين حتى هو من داك النوع ديال الخيط اللي ما كتحسيش به يعني كاليتي عيانه سينو كاليتي مزيانه الصدايف ديالو ماشي خشب زعما بلاستيك ولكن جاو زعما بحال الخشب ولا ما نعرف المهم كيبانوا بحال هكا هو هذا سي كنت متوقعه واحد اللون يكون الغوز يعني باستيل صدق هذا الغوز هذا لانه صراحه في التصاور ديما في الالوان كيوقع هادشي حتى انا كيوقع لي دابا شي مع الزيوفه مثلا كنحاول ديما ناخذ زعما يبان اللون هو هذاك ولكن ضروري ما كيبان يا اما فاتح يا اما مغلوق شويه ضروري ما يكون شويه الفرق لهذا ما نحسبش هذا غلط من عندهم سينو هادشي عادي جدا بالحق الكاليتي ما عندي ما نقول عليها الثمن كان هو جد مناسب مقارنه مع باش كنلقاهم هنايا وكان عندهم الالوان بزاف من هادو وحاجه اخرى اللي خديت هي هاد البومبير هادي يعني كنحمق على شي حاجه سميتها البومبير خصوصا شحال هذا دابا مابقيتش كنلبسهم بزاف بالحق شحال هذا كانوا كيعجبوني وخصوصا فاش بديت ندير الحجاب البنات هاد البومبيرز هادو كيجيوني يعني سبور وفي نفس الوقت كنلبس معاهم غير لبس تريكون سكون وكنلبسهم من الفوق وصافي هاني مرتاحه ما كنحتاجش بزاف ديال الحوايج وهذا وكيكونوا باردين بحال مثلا هذا في فصل الربيع ولا في الصيف ملي كيكون يلاه بدا الصيف زوينين الثوب ديالو بارد كيجي طويل الطول ديالو عجبني يعني طول مزيان معقول كيجي من هنا تقدروا تزيروا هاد البلايص ولا تخليهم مفتوحين كيف ما بغيتوا ها نتوما كيعجبني ندير هاد نشدهم شويه كتجي ديك البصله صراحه زوينه وكتعطي ستيل للبسه ما نعرف انا وجهه نظري دايره بحال هكا وفيه السنسله
كيجي فيه هنايا هاد لاكوم هادي هنايا. المهم نخليكم تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس، وكما قلت لكم حتى هو تعجبني بزاف. كما كتشوفوا البنات راه كلشي وصلني في البلاستيكه ديالو، كلشي مطوي حيدتهم لاني كما قلت لكم سجلت لكم الفيديو وعاودتو. دابا الحاجه الاخيره اللي خديت من عندهم البنات هي هاد القميجه هادي اللي كتجي ستيل ديالها حتى هي في شكل. انا كناخذ كلشي اوفر سايز خصوصا البنات في الصيف، في الصيف كيعجبني الملابس يكونوا واسعين القوامج. كنحمق على شي حاجه سميتها القوامج لاني كنلبس القميجه وصافي، ما كنحتاجش البوليرو ولا نحتاج نو، كنحمق على شي حاجه سميتها القوامج البنات في الصيف. انا مع النوع اللي الصهد كيخنقني، ولهذا القوامج بحال هذا الستيل تيعجبني كيكون واسع، يعني كتحسيش براسك مخنوقه. لهذا هذا كما كتشوفوا هذه القميجه جات اوفر سايز، التوب ديالها واحد الخيط زوين، ما عرفتش هذا النوع، انا ما كنعرفش سميت التوب البنات. المهم انا نقرب لكم تشوفوه. كما كتشوفوا الفصاله كتجي بحال هكا، يعني كتجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كيجيو واسعين ما كيجيوش مزيرين، كتجي واحد الفتيقه من هنايا. المهم لي ديتاي ديالهم سامبل، غير هو كما قلت لكم ستيل اوفر سايز، والعقاد جاو من هاد الجهه، ما عرفتش جاو بحال الشكل ديال القوامج ديال الرجال، ما عرفتش هذا ستيل ديال هاد القميجه ولا ما نعرف. المهم اختاريت هاد الزريق هذا اللي هو صراحه غزال، وتقدروا حتى لكم انتما طويهم باش يجيو يعطيو واحد ستيل، وتقدروا تخليهم هكا كل واحد ثاني شنو كيعجبو. خليكم تشوفوا هذه كيفاش كتجي ملبوسه. دابا البنات هبطوا لقيت راسي نسيت ما وريتكمش هاد الجاكيطه هذه. المهم هاد الجاكيطه البنات كتجي بحال هكا، كيجي فيها هذا ملبس، يعني تقدروا تحيدوه لانه فيه العقاد بحال هكا، تقدروا تحيدوه وتبقى الجاكيطه يعني غير خفيفه بحال هكا الفصل الربيع ولا البلايص اللي كيكون فيهم شويه البرد بحق ماشي بزاف لدرجه ان نديرو هذا. فيها هذا حتى هو ملبس على شكل جيلي، ولكن من الداخل ما كاين والو كيف ما كتشوفوا، هذا زعما ما كاين والو، جات بحال هكا خاويه فيها والو. المهم نسيت ما وريتهاش لكم، كنت خصني نوريها لكم ضروري. كيجيو هادو مجموعين بحال هكا. وبالنسبه لهنايا فيها هذا البلايص هذا، تقدروا تزيروه باش تعطيو داك الستيل اللي قلت لكم قبيله، وهنا كاين الجيوب فيهم الطرطاقات. وبالنسبه للسنسله فيها السنسله فيها الصيفات ديال الستيل الطرطاقات، هذه خديت فيها البنات ال، وتا هي خليكم تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. صحابتي العزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استمتعتوا، كنتمنى يكون عجبكم من كل قلبي يا ربي. وصافي كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، تهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو في الفيديو المجي ان شاء الله. باي باي عليكم، وقول لي في التعليق واش بغيتوا دابا فيديو ديال شين، ولا نخلي لكم حتى من بعد. لا بغيتوا دابا نحاول نحط لكم غدا ولا بعدا، حتى هو خديت من عندهم ياسات زوينين بزاف بزاف، لهذا خليو لي في التعليق. وما تنساوش الى انا كنت عزيز عليكم من القلب من القلب من القلب من القلب، ديروا لايك لهذا الفيديو. بوسه كبيره، باي باي.